جدا بحضوركم معنا اليوم، سعيدة جدا بتعبئة الجميع من أجل إنجاح هذا الحدث، سعيدة جدا بانخراط الجميع في التنمية التي أرادها صاحب الجلالة للأقاليم الجنوبية والتي يريدها ونريدها لجهة إقليم ودنون. أريد أن أشكر جزيل الشكر شركاؤنا وعلى رأسهم المؤسسة التمويل الدولي IFC المنبثقة من البنك الدولي، والتي تشتغل كما جاء في كلمة السيد المدير الجهوي على المواكبة والمرافقة للمملكة في عديد من المشاريع، وهنا نحن اليوم نرى أن هذه المشاريع وهذه المواكبة والمرافقة تكون أيضا على أرض الواقع. تنزيل ورقة الطريق التي نحن اليوم في طور يعني إبرازها ودراستها، هناك عامل جد مهم وهو عامل الثقة، ثقة في مؤهلات الجهة، والثقة كما قلت في تصور استراتيجي للجهة، وهذا وأحسن دليل على ذلك هو التعبئة اللي كان اليوم وعدد المكثف ديال المشاركين في هذا اللقاء اليوم. طبيعة الحال الثقة في كفاءة الجهة، ونحن نعلم أن الجهة الحمد لله تزخر بكفاءات بشرية مهمة تتواجد، ويعني أعطت نتائج وأعطت الحمد لله سمعتها تتجاوز المحلي والجهوي، بل هي سمعة وطنية ودولية. ونحن في على مستوى المجلس اليوم وكمسؤولون، الفكرة هي أن يكون هناك مواكبة لهذه الكفاءات البشرية من أجل ملائمة المعرفة التقنية لهذه الكفاءات مع حاجيات سوق الشغل. نعلم أن إن شاء الله الجهة لديها كما قلت مؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروجين الأخضر، ونحن اليوم نحاول ما أمكن أن نستقطب عدد كبير من الاستثمارات. كما قلت في كلمتي، نحاول استقطاب الاستثمارات ولكن في إطار استراتيجية مندمجة، وليس يعني في إطار السلبي للاستثمارات أو المحايد للاستثمارات. نريد من هذه الاستثمارات أن تخلق فرص شغل، نريد من هذه الاستثمارات أن تندمج في المسار التنموي الاجتماعي للجهة، نريدها أن تعود بالنفع وتكون لها قيمة مضافة حقيقية يلمسها المواطن على مستوى جهة إقليم ودنون. وبالتالي فعلا فاعل الثقة هو جد مهم وفاعل ويتماشى مع الاستقرار الحمد لله والأمن الذي تعرفه المملكة وتعرفه الجهة، ويتماشى أيضا مع وضوح التصور الاستراتيجي داخل الجهة.